السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة دروس التدعيمية. موفقة، عودة موفقة لكم تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. اليوم نبدأ مع دروس الفصل الأول وهما les adjectifs numéro cardinaux. les adjectifs numéro cardinaux وهما الصفات العددية. وهما الصفات العددية. هذه الصفات العددية تنقسم إلى قسمين، هي عندنا cardinaux et أوردينو. أوردينو مش راح نتكلم عليها في الدروس المقبلة، راح اليوم نتطرق إلى ليزاديكتيف نيميرو كاردينو. كاردينو وهما الأعداد بالحروف، وهما الأعداد بالحروف. هذه الأعداد بالحروف منقسم إلى قسمين، عندنا سامبل و كومبوزي. هذه الأعداد بسيطة وكاين مركبة. بسيطة مثلا عندنا أن، هذا بسيط. عندنا 2، عندنا 3، عندنا 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16. هذو هما الأعداد بالحروف سامبل. وكاين الأعداد بالحروف مركبة كومبوزي. كومبوزي اللي تتكلم اللي عندنا زوج كلمات. عندنا 2، عندنا 17، 17 دوت كلمات، عندنا 18، عندنا 19، 20. و 20 و 30 هي سي دي ادجكتيف نيميرو كاردينو سامبل، داخلين مع من 1 حتى 16 لازم نحفظوهم. وعندنا 20 و 30 و 40 و 50 و عندنا 60، هادو لازم تحفظوهم. عندنا وكادو لي les adjectifs numéros composés 80, 81, 100, 101, 500, 501, 1000, 2000. هادو مركبين متكون من كلمتين. نعاودو نشرحو. قلنا les adjectifs numéros cardinaux وهم الصفات العددية. هادو الصفات العددية تنقسم إلى قسمين، عندنا cardinaux و أوردينو. كاردينو اليوم نتكلم على ليزاديكتيف كاردينو وهما الصفات أي الأعداد بالحروف. هذا الأعداد بالحروف لازم نحفظوهم من الأ حتى للساز، من الأ حتى للساز. وكاين الفا والترونت والكارونت والسيكونت وكاين الميل. هادو هما أعداد مركبة كومبوزي. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. ان اكزامبل نقولوا جي دو اورانج، جي دو اورانج، عندي 2 برتقال. هي دو هي اعداد بالحروف، هي اعداد بالحروف، نكتبوا دو اعداد بالحروف. لاديكتيف نيميرو كاردينو سون توجور انفاريابل. هذه الاعداد بالحروف هي ما تتبدلش، انفاريابل ما تتبدلش. 1 2 3 كم يتبدلوش، صوف لي يتبدل في الان والان، في الفيمينا والماسكولا. ماسكولا يتبدل، ماسكولا عندي ان ستيلو. في الفيمينا نقولو اون تروس، جي دو تروس، جي اون تروس. سون اي فان سي لا ميم شوز، ما تنكتبش كيف كيف. في فان في نهاية في النهاية في النهاية نكتبو اس، وكي تكون في وسط الكلمة نكتبو 20. ما تنكتبش كيف كيف، تنطق كيف كيف بصح ما تنكتبش كيف كيف. 100 و 100 سي لا ميم شوز. 100 في بداية الجملة تكتب 100 وفي الوسط الجملة تكتب اس. هذه قاعدة لازم ما تتبدلش. ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذا الدرس، ونروح نعطيكم عليه تطبيق تمرين باش تفهموه ان شاء الله. في هذا الفيديو راح نخلي لكم وثيقه فيها تمرين تطبيق باش تفهموه مليح. في ليكزيرسيس في التمرين عطاولنا قال لك اكريفي لا ريبونس اون لاتر، لا ريبونس اون لاتر اكتبوها بالحروف. عطاولنا ارقام ولازم نكتبوهم بالحروف. مثلا عطاولنا 7، عطاولنا 11، عطاولنا 23، 68، 166، 77، 988. هادو الارقام لازم نكتبوهم بالحروف. ها هي وينا لا ريبونس
7 تكتب 7 11 تكتب 11 23 تكتب 23 68 تكتب 68 166 تكتب 168 77 تكتب 77 et 988 تكتب 988 هذا هو التمرين عطيتولكم باش تفهموه عطاونا ارقام تكتبوهم بالحروف واختار يعطيولكم الحروف وتكتبوهم بالارقام هذه هما ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذا ان شاء الله كان هذا الدرس اليوم مفهوم اعزائي التلاميذ انتظروني في فيديوهات اخرى واي استفسار خليه لي في التعليق ومع السلامه.